كتفكر انك تزوج على مراتك؟ اه بيان سور، باغي نزيد ندير العده، فهمتيني؟ راكي عارفه المغاربه حنايا عزيز علينا بزاف، نكثروا. انا ما كرهتش كاع، كون ما كانتش حرام نفوت كاع اكثر من 4 العيالات، ما عنديش مشكل، ولكن على ود القران والدين انا نقبلوا بربعه، ولا كانت شي وحده خامسه فابور. يعني عندك باش تصرف عليهم؟ لا بيان سور غتكون خدامه، ماشي كلهم، ناخذ بحال دابا ثلاثه العيالات يكونوا ما خدامينش، والرابعه تكون شي وحده تصرف عليهم بربعه، تصرف على كل شيء، فهمتي؟ قاوريه تصرف على كل شيء، فهمتيني؟ وشي ثلاثه مغربيه، وحده بنت الحومه، فهمتيني؟ الحب القديم، وشي وحده مدرسه كذا هذه، والقاوريه راه تصرف على العالم. هادشي اللي كاين، هذا هو، هادي اللي دي اللي داير انا في عقلي، فهمتيني؟ هادشي اللي كاين، وعاد راه الا كان شي صالح عندي انا راه نزيدو ندير شي في شي. يعني انت هاد البنات اللي تجوج بهم متاكد انهم يقبلوا بهذا الشيء؟ وا سي نورمال، فهمتيني؟ الا كانت البالا القوريه كذا البالا سي نورمال اش قبل، فهمتيني؟ راه كاع البنات ماتيرياليس، باغي انت هما الدار وكذا وهادي، فهمتيني؟ شري ليهم فهمتيني فيلا هنا فيلا هنا فيلا هنا، فهمتيني؟ وان شاء الله تشد لي لافير ديال القوريه ويكون خير.